الموطأ هو كتاب للإمام مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة. قد قال الإمام الشافعي رحمه الله عن هذا الكتاب: ليس هناك كتاب تحت أديم السماء أصح من موطأ الإمام مالك. وقول الشافعي هنا لا يعني أن موطأ الإمام مالك مقدم على صحيح البخاري، لأن الأمة مجمعة على أن أصح الكتب هو كتاب الإمام البخاري، لأن مقولة الإمام الشافعي سابقة لتصنيف كتاب البخاري، فإنه أسبق من البخاري، ولذا فإن من شيوخ البخاري الإمام أحمد، والبخاري لما عرضه على الإمام أحمد فاستحسنه، فيكون قول الشافعي رحمه الله هو قبل أن يحصل أو يصدر أو يصنف كتاب البخاري.